مساء الخير. طلب ثالث الاعدادي بنجدد لقائنا من على منصه البث المباشر لوزاره التربيه والتعليم. معاكم امير جرجس، والنهارده معانا درس جديد من دروس الجبر، الدرس الثالث من الوحده الاولى، حل معادلتين من الدرجه الثانيه في متغيرين جبريا وبيانيا. النهارده باذن الله هنبدا نتعلم ازاي نحل معادلتين من الدرجه الثانيه جبريا، ازاي نحل معادلتين من الدرجه الثانيه جبريا، وكمان ازاي نحلهم بيانيا. عندي طريقتين، واحدة طريقة جبرية وواحدة طريقة بيانية. كمان في الجبري أنا عندي طريقتين، في طريقة قديمة اللي هي باستخدام التحليل، وفي طريقة جديدة هنحل باستخدام حاجة اسمها القانون العام. يلا بينا نبدأ ونشوف أول حاجة هنعرف إيه. أول حاجة هنشوف التعريف، نعرف شكل الدالة أو المعادلة التربيعية. قال لي دالة س بتساوي أ س تربيع زائد الب س زائد الجيم. دي اسمها الصورة العامة، إحنا خدناها في الترم الأولاني للدالة التربيعية. دي كانت الصورة العامة للدالة التربيعية. طيب حد يسألني يقول لي يا مستر حضرتك بتقول معادلتين، إيه اللي جاب سيرة الدالة؟ أقول لك المعادلة حضرتك هنا أ وب وجيم بتنتمي لح كلها أعداد حقيقية، يبقى معنى كده إن السين هي المتغير اللي موجود عندي. تمام؟ طيب الدالة دي لو إحنا سويناها بصفر بقت معادلة. تمام؟ عرفنا بقى الربط ما بين الاتنين، يبقى العنوان هنا بيقول حل معادلتين من الدرجة الثانية في متغيرين جبريين. طيب حضراتكم دلوقتي انا عندي دالة س بتساوي ا س تربيع زائد ب س زائد ج. المعادلة حضراتكم المناظرة ليها هي ان انا بساوي المعادلة عندي الدالة عندي بصفر. طيب تعالوا نحل عندي المعادلة من الدرجة الثانية. ا س تربيع زائد ب س زائد ج بتساوي صفر. دي شكل الصورة العامة بتاعت المعادلة اللي عندي. طيب ازاي نحل المعادلة من الدرجة الثانية في متغير عندي؟ في عندي طريقتين، في الطريقة البيانية وفي الطريقة الجبرية. والطريقة الجبرية، الطريقة الجبرية عندي بتنقسم لجزئين، في عندي طريقة التحليل وفي عندي القانون العام. يبقى عندي كده كام طريقة؟ أنا عندي كده ثلاث طرق، يعتبر طريقة بيانية وطريقتين جبرية. طيب تعالوا مع بعض كده نبدأ نشوف الحل البياني. قال لك لحل المعادلة أ س تربيع زائد ب س زائد ج بتساوي صفر، هنرسم منحنى الدالة، دالة س. يبقى أول حاجة في ربط ما بين الترم الأولاني اللي هو يا مستر أنا هحل معادلة، بس عشان أحل المعادلة دي هرسمها كدالة، لأن الحل هنا حل إيه؟ حل بياني. يبقى عشان أحل المعادلة هرسمها كإيه؟ كدالة، اللي هي مين يا مستر؟ اللي هي على الصورة أ س تربيع زائد ب س زائد ج، بس بشرط إن الألف هنا لا يساوي الصفر. حد يسألني ليه يا مستر؟ أقول لك ليه؟ لأن لو الألف ساوى الصفر هيكون الحد الجبري ده مش موجود، ففي الحالة دي مش هتبقى معادلة من الدرجة الثانية زي ما احنا بنتكلم، هتبقى ده بس اللي موجود. طب ده بس اللي موجود، أعلى قوة للسين هنا هتبقى الواحد، يبقى في الحالة دي هتبقى المعادلة عندي من الدرجة الأولى، واحنا كلامنا عن المعادلة من الدرجة الثانية. طيب بنحلها ازاي يا مستر؟ قال لك نعين مجموعة الإحداثيات السينية لنقط تقاطع منحنى الدالة مع محور السينات، فتكون هي مجموعة الحل. طيب معنى الكلام ده بنقوله إيه؟ أقول لكم معنى الكلام ده. ادي عندي مثال، ادي عندي محاور احداثيات. طبعا احنا عارفين ان المحور الافقي ده هو اللي بيعبر عن س س شرطه، والمحور الراسي ده بيعبر عن ص ص شرطه. ده شكل الداله التربيعيه عندي كده. كويس، مجموعه الحل هي نقط التقاطع مع محور السينات، يعني بتقطع محور السينات في النقطه دي اللي هي سالب واحد، وبتقطع محور السينات في النقطه دي هي موجب واحد. بس خلي بالك الاحداثي بتاع النقطه دي هو سالب واحد وصفر، وإحداثي النقطة دي هو واحد وصفر. إحنا بناخد الإحداثيات السينية فقط، يبقى مجموعة الحل هي واحد وسالب واحد. وخلي بالك هنا أنا بتكلم عن معادلة في مجهول واحد، فحضراتكم لما بنحط مجموعة الحل بنحطها جوه قوس مجموعة، مش بنحطها جوه زوج مرتب. إمتى بحطها جوه زوج مرتب يا مستر؟ بحطها جوه زوج مرتب لما كنت بحل المرة اللي فاتت. ليه؟ عشان كان في عندي متغيرين، كان مين؟ س وصاد. فالسين والصاد دول هم عبارة عن زوج مرتب، فكنت بحط مجموعة الحل عبارة عن زوج مرتب بداخل قوس مجموعة. لكن هنا أنا باخد الإحداث السيني فقط، فبحط المجموعة جوه، بحط الحل يعني جوه قوس مجموعة فقط لا غير. ماشي يا ولاد؟ طيب تعالوا كده ناخد تمرين مع بعض. التمرين الأولاني بيقول لي ارسم الشكل البياني للدالة دال. ارسم الشكل البياني للدالة دال، حيث دالة س بتساوي س تربيع ناقص 4 س زائد 3. يبقى شكل الدالة أهو، دالة س بتساوي
س تربيع ناقص 4 س زائد 3 في الفترة 0 و 4، في الفترة إيه؟ 0 و 4. ثم أوجد مجموعة حل المعادلة د س بتساوي 0. هنشتغل زي الترم الأولاني بالظبط، هنشتغل إيه؟ زي الترم الأولاني بالظبط. إزاي يا مستر؟ أقول لك إزاي. حضرتك بتمسك الآلة الحاسبة بتاعتك وتعمل زي ما أنا هقول لك بالظبط. هتعمل إيه يا مستر؟ هتمسك الآلة الحاسبة وتختار حضراتكم تدوس على المود وتختار تيبل، تختار إيه؟ تيبل، كويس؟ طيب وبعد ما اختار تيبل هتطلع لك f of x أو f وفي x ما بين قوسين. f of x دي بالإنجليزي هي عبارة عن دالة السين، هي عبارة عن إيه؟ دالة السين، كويس؟ طيب بعد ما تظهر دي يا مستر هنعمل إيه؟ هنكتب الدالة دي كده أهو بس بالإنجليزي. السين نكتبها على الآلة الحاسبة إزاي يا مستر؟ نكتبها بالإكس. السين نكتبها إزاي؟ نكتبها بالإكس، تمام؟ يعني هنعمل إيه؟ طيب هنشوف مكان الإكس، مكان الإكس هي قفلة القوس، قفلة الإيه؟ القوس. هنلاقي لونها عندك حسب اللون هتلاقي اللي عشان تجيبها ده مش مفتاح رئيسي، ده مفتاح فرعي. فهندوس على ألفا أو شيفت وبعدين ندوس على المفتاح ده، تمام؟ هيظهر عندك الإكس، هتخليها تربيع من المفتاح اللي هو بتاع التربيع اللي موجود عندك في الآلة الحاسبة. وبعدين نقول ناقص 4، وبعدين ندوس تاني على الألفا وقفلة القوس، هتكتب 4، هتكتب إكس تاني، وبعدين هنقول زائد التلاتة، وبعدين نقول يساوي، تمام يا ولاد؟ طيب بعد ما كتبنا الكلام ده يا مستر هيبدأ عندي نكتب عندي هنا المجموعة دي، المجموعة دي بدايتها كام؟ بدايتها 0 و4، تمام؟ فهنكتب الصفر وبعدين نقول يساوي، هيطلع لك كلمة end، نكتب نهاية المجموعة عندي اللي هي 4، بعدين نقول يساوي، هيطلع لك كلمة step هتخليها 1 وتقول يساوي تاني، هيظهر لك جدول، كويس؟ ده الجدول اللي هيظهر عندي، يبقى أنا عندي س وعندي ص، عندي الأرقام اللي موجودة عندي دي بتعبر أحداث السين من 0 لغاية 4، يبقى أكتب 0 1 2 3 4. كويس، وبعدين اخد الارقام اللي ظهرت عندي اللي هي الاف اوف اكس او اللي هي الصاد، نكتب 3 0 سالب 1 و0 و3 كده انا كتبتها. طيب ممكن نحلها يا مستر من غير آلة حاسبة؟ تعالوا نحلها من غير آلة حاسبة. كل س هتقابلك هتعوض عنها بالايه؟ هتعوض عنها بالتلاتة. يبقى اول حاجه هنعوض، انا اسف، بالصفر. هنجيب داله الصفر، بعدين دالة الواحد، وبعدين دالة الاثنين، وبعدين دالة التلاتة، وبعدين دالة الأربعة. طيب كل س تقابلك لما نعوض عن الصفر يبقى كل س تقابلك تحط صفر، هيبقى صفر ناقص أربعة في صفر زائد تلاتة. الحد ده هيبقى صفر وأربعة في صفر بصفر، يبقى التلاتة نزلت أهي. طب لو واحد يا مستر، أهي واحد تربيع ناقص أربعة في واحد زائد التلاتة، يبقى واحد ناقص أربعة زائد تلاتة. طيب نجمع الموجب، واحد وتلاتة أربعة، ناقص الأربعة بإيه؟ بصفر. نعوض عن الاثنين تبقى 2 أس 2 ب 4، 2 أس 2 بكام؟ ب 4، 4 وعندي 3 يبقى كام؟ 7 لأن 3 بالموجب. طيب ناقص 4 في 2 بكام؟ بسالب 8، 7 ناقص 8 هتدينا سالب 1 أهي. بعدين أعوض عن الثلاثة، 3 أس 2 9، 9 و 3 بالموجب أهي، 3 و9 12، تمام؟ ناقص 4 في 3 بكام؟ ب 12 بس دي بالسالب، 12 ناقص 12 بكام؟ بصفر. طب نعوض بالاربعه يا مستر، اهي 4 اس 2 ب 16، ناقص 4 في 4 ب 16، يبقى 16 ناقص 16 راحوا مع بعض بصفر، زائد الثلاثه هي اللي هتنزل عندي. ده كده الجدول عندي. وبعدين اعمل محاور الاحداثيات عندي، الخط الافقي س س شرطه، والخط الراسي ص ص ايه؟ شرطه. وابدأ أحط النقط اللي عندي، النقطة الأولانية هي 0 و3، أمشي على الإحداث السيني 0 وأطلع فوق 3 وأحط نقطة، بعدين 1 و0، 1 سينات يبقى أمشي على السينات 1 و0 يبقى أنا وموجود مكاني كده، بعدين 2 وسالب 1، أمشي على الإحداث السيني 2 سالب، سالب يبقى هتحرك لأسفل أهين، هنا كده ده المكان بحط نقطة، بعدين 3 و0 ادي الاحداث السين الصفر وثلاثة هقف مكاني، بعدين أربعة وثلاثة أمشي عند الأربعة وأطلع فوق لغاية الثلاثة وأحط النقطة،
تمام يا مستر. طيب وبعد كده هنعمل ايه يا مستر؟ بعد كده هنبدأ نوصل ما بينهم. هتوصل بإيديك مش بالوسترة، لأن ده اسمه منحنى، فهمسك كده وأوصل حضراتكم بإيدي. أهي وصلت بإيديا، تمام. أنا كده عملت منحنى الدالة. بيقطع محور السينات هنا في أنه نقط؟ في النقطة دي. الإحداث السيني هنا بيساوي كام؟ واحد، وهنا بيساوي كام؟ تلاتة. يبقى مجموعة الحل هي واحد وتلاتة. يبقى مجموعة الحل بتساوي إيه؟ بتساوي واحد وتلاتة. واضحة يا ولاد؟ تعالوا ناخد تمرين كمان. قال لي ارسم الشكل البياني للدالة دال، حيث دالة س بتساوي س تربيع زائد 2 س زائد الواحد في الفترة من سالب 3 و1، تمام؟ ثم أوجد مجموعة حل المعادلة. دالة س بتساوي صفر، دالة س بتساوي إيه؟ صفر. هنعمل إيه يا مستر؟ هندخلها على الآلة الحاسبة زي ما قلت لكم، أو إن إحنا هنبدأ نعمل الجدول. أدي س وص، وأبدأ سالب 1 وأعوض هنا سالب 3 تربيعها ب 9 زائد 2 في سالب 3 يبقى بسالب 6، 9 ناقص 6، 3 زائد الواحد هتطلع لي 4. ادي الارقام اللي عندي، يبقى اول واحده ب 4. بعدين عندي سالب 2، اعوض بالسالب 2 تربيعها بموجب 4 زائد 2 في سالب 2 بسالب 4، 4 ناقص 4 بصفر زائد الواحد ينزل الواحد، وبعدين اعوض بالسالب 1، سالب 1 التربيع بيطير السالب، فهتبقى السالب 1 تربيعها موجب 1 زائد 4 في سالب هتبقى سالب 2. طيب موجب 1، في موجب 1 هنا، يبقوا 2 ناقص الاثنين يطلع الناتج بصفر. اعوض بصفر، صفر تربيعها بصفر، و2 في صفر بصفر، هيتبقى عندي الواحد ينزل. اخر حاجه عندي الواحد، واحد تربيعها بواحد زائد 2 في 1 ب2 يبقى كده 3 زائد الواحد يطلع 4. ده كده محاور الاحداثيات اللي عندي، ونبدا حضراتكم نعمل نفس الكلام. طيب النقطه الاولانيه سالب 3 و4، نمشي على الاحداث السيني سالب 3 ونطلع فين لغايه الاربعة؟ اهي يا مستر. بعدين سالب 2 و1، ادي السالب 2 و1، وبعدين سالب 1 و0، سالب 1 و0 مكانها، بعدين 0 و1، ادي الصفر والواحد فوق، واخر حاجه 1 و4 هنا. بتقطع محور السينات فين؟ في كام نقطه؟ هي مفيش غير نقطه واحده بس يا مستر، اللي هي مين؟ اللي هي السالب 1. يبقى هي دي مجموعة الحل. طبعا المفروض ان احنا ايه؟ بنوصل النقط اللي موجودة عندي بإيديا زي ما احنا ايه؟ زي ما احنا اتفقنا. تطلع معايا مجموعة الحل سالب 1. مجموعة الحل كام؟ سالب 1. تعالوا ناخد تمرين كمان. قال لي ارسم الشكل البياني للدالة دال، حيث دالة س بتساوي 6 س ناقص س تربيع، 6 س ناقص س تربيع ناقص 9 في الفترة 1 و5، في الفترة كام؟ 1 و5، ثم أوجد مجموعة حل المعادلة دالة س بتساوي صفر. الحل، آدي حضراتكم س وصاد، آخد الفترة من 1 ل5، أكتب 1 2 3 4 5، وبعدين أبدأ أعوض عن الواحد، 6 في 1 ب6 ناقص 1 تربيعها ب1، 6 ناقص الواحد هتدينا 5، 5 ناقص 9 بسالب 4، بعدين 2، 6 في 2 ب 12، 12 ناقص 2 أس 2 ب 4، 12 ناقص ال 4 8، 8 ناقص 9 يدينا سالب 1، بعدين أعوض بال 3، 6 في 3 ب 18، ناقص 3 أس 2 بكام؟ 9، طب 18 ناقص 9 بكام؟ بموجب 9، 9 ناقص 9 الأخيرة دي يطلع لي الناتج بصفر. أعوض بعدين بأربعة، ستة في أربعة بأربعة وعشرين، ناقص أربعة تربيع بستاشر، أربعة وعشرين ناقص الستاشر يدينا تمانية، تمانية ناقص التسعة سالب واحد. آخر حاجة أعوض بالخمسة، ستة في خمسة بتلاتين، ناقص خمسة تربيعها بخمسة وعشرين، تلاتين ناقص الخمسة وعشرين خمسة، خمسة ناقص الأربعة ناقص التسعة يدينا سالب أربعة، تمام؟ آدي محاور إحداثيات وأعوض بالنقط اللي عندي. طيب تعالوا المرة دي كده نعمل حاجة جديدة أعلمكم عليها برضو، هي نفس الفكرة كده مع بعض، تمام؟ طيب تعالوا كده نشتغل مع بعض. أنا عندي عندي النقطة الأولانية هي واحد وسالب أربعة، واحد وكام؟ وسالب أربعة. أدي محاور الإحداثيات، تمام؟ وعايزين نرسم
الرسمه بتاعتي عليها. المفروض ان لما برسم محاور الاحداثيات، ده الاحداث السيني، برسم خط طويل افقي، والاحداث الراسي اللي هو الصاد. خلي بالكم لما بتجي لك ورقه رسم بياني بتمشي مربع مربع، وانا جايبها لكم كده الصوره دي اوضح. انا ماشي كده مربع مربع، تمام، وابدا اشتغل ايه، ابدا اشتغل واحط حاجتي كده بدقه. يعني لما تمشي لازم تحط الصفر وما تخليش رقم قريب، اهو صفر وتحته سالب واحد سالب اتنين سالب تلاته وهكذا، وفوق واحد اتنين تلاته اربعه وهكذا، وعلى اليمين واحد اتنين بتمشي زي ما انت عايز، وعلى الشمال نفس الكلام. طيب انا عندي النقطه الاولانيه واحد وسالب اتنين، طيب واحد وسالب اتنين، ادي عندي النقطه الاولانيه واحد وسالب اتنين، ادي واحد وسالب اتنين بتبقى هنا، احط النقطه تحت. طيب النقطه الثانيه كام يا مستر؟ اسف، النقطه الاولى كانت واحد وسالب اربعه، ادي الواحد والسالب اربعه. النقطه الثانيه عندي اتنين وسالب واحد، وسالب واحد مكانها هنا. النقطه اللي بعدها تلاته وصفر، نمشي تلاته وصفر، المكان عندي هيكون هنا. النقطه اللي بعدها اربعه وسالب تلاته، اربعه وسالب تلاته، امشي لتحت. آخر نقطة عندي هي النقطة خمسة وسالب أربعة، آدي الخمسة وسالب، يبقى أنزل لتحت، آدي سالب أربعة. طيب والخطوة اللي بعد كده هي يا مستر؟ الخطوة اللي بعد كده هي إن أنا بوصل بإيدي زي ما إحنا اتفقنا. في حاجة هنا كده حاسسها مش مظبوطة، نرجع نراجع تاني. أول نقطة واحد وسالب أربعة، آدي واحد وسالب أربعة. النقطة التانية كانت اتنين وسالب واحد، ادي موجب اتنين وسالب واحد. النقطة اللي بعدها كانت تلاتة وصفر، ادي التلاتة والصفر مكانها. نقطة بعدين اربعة وسالب واحد، ادي اربعة ودي سالب تلاتة، دي احنا غلطنا فيها، نمسحها، اربعة وسالب واحد. خلي بالنا كده نتعلم في الامتحان ايه، نراجع. ادي اربعة وسالب واحد، عرفت منين يا مستر؟ لقيت الشكل كده مش متناسق مع بعض، فبدأت إيه أراجع. آخر نقطة عندي هي مظبوطة، خمسة وسالب أربعة، أهي خمسة وسالب أربعة. بعدين أبدأ أوصل، تعالوا كده بالراحة نوصل النقط. بوصلها بإيه يا مستر؟ بوصلها بالقلم الرصاص بإيدي. بوصلها بالقلم الرصاص بإيه؟ بوصلها بالقلم الرصاص بإيدي، أديني وصلتها، تمام. هتعمل معايا المنحنى. قطع محور السينات في انهي نقطه يا مستر؟ قطع محور السينات عندي الثلاثه فقط لا غير، اهو قطعها في المنطقه دي، تمام يا اولاد. يبقى مجموعه الحل عندي هي النقطه 3، مجموعه الحل هي النقطه 3. واضحه يا اولاد؟ ادي النقط عندي، هو قطع عندي فين؟ عند النقطه 3، لمس محور السينات عند النقطه 3 فقط لا غير. يبقى اتعلمنا ازاي نعملها، لازم تتوصل يا مستر بايه؟ بايدي. اوعى توصلها بالمسطره غلط عشان ما تنقصش في الدرجه، لان ده جزء من الدرجه بحل اللي عندك. ناخد تمرين كمان. ارسم الشكل البياني للداله د، حيث داله س بتساوي س تربيع زائد الواحد، س تربيع زائد الواحد. طيب تتحل ازاي يا مستر؟ هو قال لي في الفتره سالب 2 و2، ثم اوجد مجموعه حل المعادله داله الس. طبعا حضراتكم زي ما احنا قلنا، اول حاجه هجهز الجدول بتاعي، اكتب س وص او س وداله س يعني، وعندي في الفتره من سالب 2 لغايه 2 اكتبهم بالترتيب، سالب 2 سالب 1 0 1 2 كده، دي بدايه الفتره ودي كده نهايتها. وبعدين ابدا اعوض، دي سهله خالص، دي ممكن اشتغلها من غير اله حاسبه. طيب اول حاجه عندي س سالب 2، سالب 2 تربيعها بموجب 4 زائد واحد يطلع خمسة. طب سالب واحد تربيعها بموجب واحد زائد الواحد اللي موجود هنا تبقى اتنين. طب الصفر هو نفسه صفر والواحد نفسه واحد. طب واحد تربيعها بواحد زائد الواحد يطلع اتنين. آخر حاجة موجب اتنين، عوض بها هنا، اتنين تربيعها أربعة زائد الواحد يطلع معايا خمسة. محاور الإحداثيات اللي احنا اتكلمنا عنها لازم أعملها بصورة دقيقة وأبدأ أشتغل. أول نقطة عندي سالب 2 و5، سالب 2 أدي السالب 2 وموجب 5، أطلع فوق لغاية موجب 5 أهي. بعدين النقطة الثانية سالب 1 و2، سالب 1 2 يعني في الموجب، أطلع فوق أهي.
النقطة التالتة هي صفر وواحد، ادي الصفر واطلع لغاية الواحد. النقطة التالتة واحد واتنين، ادي عندي واحد واتنين. اخر نقطة عندي اتنين وخمسة، ادي الاتنين وخمسة يعني اطلع لفوق، ادي الخمسة احط النقطة، وبعدين زي ما احنا قلنا هنوصل ما بينهم. طيب المنحنى هنا قطع محور السينات فين؟ ده ما لمسهوش يا مستر. تمام كلامكم مظبوط. طيب معنى ان هنا ما لمسش محور السينات، معنى كده ان مجموعه الحل تبقى ايه؟ المفروض احنا قلنا في الاول ان مجموعه الحل هي عباره عن النقط، النقط المنحنى اللي بتلمس محور السينات او اللي بتقطع محور السينات. فكان في اول مساله كان في نقطتين، في المسالتين اللي بعدهم كان في نقطه واحده بس، لكن في المساله اللي عندي هنا هو ما لمسش محور السينات اصلا، عشان كده مجموعه الحل هتبقى فاي، مفيش ارقام، وطالما ان مفيش ارقام تبقى ايه؟ تبقى فاي. يبقى احنا كده خدنا كل الافكار. اتعلمنا ازاي نحل المعادله، بنشتغلها كدال عادي خالص، لان هو بيديك في راس السؤال الفتره زي ما انا قايل لك كده، بتبدا حضرتك تعمل جدولك وتبدا تدخلها على الاله الحاسبه كدال عادي خالص، او تحسبها يدوي اللي يريحك، وتبدأ تجيب الأزواج المرتبة وتمثلها على محاور الإحداثيات ونوصل ما بينها ونشوف نقط تقاطع مع الإحداث السيني. باخد المسقط الأول بس أو الإحداث السيني فقط. هو ده مجموعة الحل، بنحطه جوه قوس مجموعة فقط بدون أزواج مرتبة. بكده أنا خلصت الجزء الأولاني من الحصة اللي هو حل المعادلة من الدرجة الثانية في مجهول واحد بيانين. طيب تعالوا نبدأ نشتغل جبري. عندي مسألة بسيطة ولذيذة خالص، بيقول لك حين أوجد مجموعة حل المعادلة الآتية جبريا، س تربيع زائد 5 س زائد 6. طيب هنحلها إزاي يا مستر؟ هجرب. أنا هبدأ أشوف ينفع تتحلل ولا لأ. يبقى لو جات لك السؤال حل المعادلة جبريا، أول حاجة ابدأ بالتحليل. لو اتحللت أفضل. ليه؟ لو اتحللت بتبقى التحليل أسهل، وارقامه بتبقى ارقام صحيحه وبتبقى سهله. طب ولو ما نفعتش انك تتحلل يا مستر، هشوف الطريقه الثانيه اللي هي استخدام القانون العام. طيب هنا ارجع للتحليل بتاع ثاني اعداد اللي انا اخدته، س تربيع زائد 5 س زائد 6. الحد المطلق ده يعبر عن عددين حاصل ضربهم 6، وزائد دي معناها ان العددين اللي حاصل ضربهم 6 دول هيكون مجموعهم 5. هيكون مجموعهم كام؟ 5. يبقى احنا كنا بنشتغل مقص في تاني اعدادي لما احنا بنحلل بنفس الطريقه، مفيش مشكله. يعني مين العددين اللي حاصل ضربهم 6 ولو جمعتهم يدوا لك 5؟ يعني لو ضربتهم الناتج 6 وجمعتهم 5 طبعا محفوظين، 3 في 2، وهما الاثنين بياخدوا اشاره الحد الاوسط. الحد الاوسط ايه؟ موجب. يبقى حضراتكم هنا هيبقى موجب وهنا هيبقى موجب. يبقى مين الازواج المرتبه يا مستر؟ الأزواج المرتبة عندي هاخد القوس ده كده على بعضه، وهاخد القوس اللي تحت على بعضه. القوس اللي فوق س زائد 3 أهو، والقوس اللي تحت س زائد 2. تكتب أيهما الأول ما تفرقش، لأن حاصل الضرب إبدالي. فس زائد 2 مضروبة في س زائد 3 هي هي، لو قلت س زائد 3 مضروبة في س زائد 2. أهم حاجة تظبط إشاراتك تكون مظبوطة. طيب حاصل ضرب القوس ده في القوس ده بصفر، يبقى يا اما القوس ده كده على بعض بصفر او القوس ده على بعض بصفر. القوس ده يبقى بصفر امتى؟ لو كانت السين معكوس جمع الموجب الاثنين، يبقى اكيد في اللحظه دي السين هتكون، برافو عليك. ايوه سامع حد بيقول لي سالب 2، شطار. سالب 2 زائد موجب 2 بصفر، او القوس الثاني هيطلع بصفر، وفي الحاله دي لازم تكون السين معكوس جمع الموجب 3 يعني سالب 3. طيب العددين اللي باللون الاحمر دول هم مجموعة الحل، نكتبهم جوه قوس مجموعة زي ما انتم شايفين كده. يبقى مجموعة الحل هتبقى معايا سالب 2 وسالب 3 اهو. اخد تمرين كمان عشان نأكد على المعلومة. لو جاتني س تربيع ناقص 25 بتساوي صفر. نحلها ازاي يا مستر؟ عادي خالص، ده دي اسهل من اللي فاتت. ده ايه؟ ده تحليل فرق بين ايه؟ فرق بين مربعين. فهنقول له بما ان س تربيع ناقص 25 بصفر، يبقى هتبقى القوس الاولاني س ناقص 5 والثاني س زائد 5. امتى القوس الاولاني بصفر؟ لما س تبقى موجب 5. امتى القوس الثاني يبقى بصفر؟ لما س تبقى سالب 5. يبقى مجموعه الحل هتبقى موجب 5
وسالب 5. يبقى دي الطريقة الجبرية، مش جديدة بالنسبة لي، بستخدم التحليل. وعلى فكرة أنا هحتاج التحليل كمان في الوحدة اللي جاية، فياريت تبدأوا تراجعوه، لأن هو يعتبر جزء أساسي من حل الوحدة التانية عندي في الجبر، فياريت تبدأوا تراجعوه من دلوقتي. أخد تمرين كمان. قال لي أوجد مجموعة حل المعادلة جبريا باستخدام القانون العام. يبقى هنا حدد لي إيه؟ حدد لي أحلها جبري، وحدد لي احلها جبر ازاي؟ قال لي باستخدام القانون العام. يبقى لما هو هنا قال لك حل باستخدام القانون العام، حتى لو كانت تتحلل لازم تحلها باستخدام القانون العام. ماشي يا اولاد؟ طيب، مقربا الناتج لثلاثه ارقام عشريه. سامع حد بيسالني، قال لي طب هو ممكن يقول لي اوجد مجموعه الحل جبريا بس؟ اه ممكن. ممكن السؤال يكون بدون الجزء اللي باقي، ممكن يقول لك كده اوجد مجموعه حل المعادله جبريا ويسكت. طب في الحاله دي، في الحاله دي انت ليك حريه الاختيار. لو هي تتحل بالتحليل حلها، ولو ما تتحلش بالتحليل هتبقى انت مجبر تستخدم تحلها بالقانون العام، لان مش هيبقى قدامك بديل غير كده. لكن لو هو هنا قال لك من البدايه كده باستخدام القانون العام، يبقى حضرتك لازم تحلها بالقانون العام حتى لو كانت قابله للتحليل. ماشي يا اولاد؟ ناخد السؤال. قال لك س تربيع ناقص 2 س ناقص 6 بتساوي 0. دي كده المعادله اللي موجوده عندي. طب لو حبينا نحللها، تعالوا نجرب كده. عددين حاصل ضربهم 6 والفرق ما بينهم 2. هل في عددين صحيحين حاصل ضربهم 6 والفرق ما بينهم 2؟ انا اللي عندي 1 في 6 الفرق 5، وعندي 2 في 3 الفرق 1، لكن الفرق اللي في النص هنا 2. مع الأسف 1 و6 ما نفعوش و2 و3 ما نفعوش، يبقى التحليل ما نفعش. طيب هنعمل إيه؟ حضراتكم هنبدأ نشتغل، اديتكم في الأول خالص الصورة العامة. طيب أنتوا نسيتوها، أكتبها لكم تاني. الصورة العامة كنا بنقول أ س تربيع زائد ب س زائد الجيم بتساوي صفر. دي الصورة العامة بتاعة المعادلة اللي عندي. أ س تربيع زائد ب س زائد ج بتساوي صفر. الألف على طول هي معامل السين تربيع. طب هنا مين معامل السين تربيع؟ مفيش، يبقى أحط صفر. لا، هو لو كان صفر ما كانش هيبقى للسين تربيع ليها وجود. أمال مين اللي مخفي هنا ومش مكتوب؟ الواحد. يبقى الألف هنا بكام؟ بواحد. طيب أدخل بعدين زائد ب تربيع. يبقى هنا حضرتك الستاندر عندي في المعادلة هي علامات الجمع الزائد. يبقى حضراتكم هنا زائد ب س. طيب مين اللي مكان ال ب هنا؟ سالب 2. يبقى ال ب بكام؟ ال ب بسالب 2. اخر حاجه عندي هنا زائد ج اللي هو الحد المطلق. معنى كلمه الحد المطلق يعني بدون الس. طيب ج هنا هتبقى سالب 6 اهي. يبقى انا كده جهزت الالف وال ب والج. طب يا ترى انت يا مستر بتجهزهم ليه؟ اقول لك ليه. عشان الخطوه اللي جايه هكتب القانون العام. مين القانون العام ده يا مستر؟ القانون العام ده هو عباره عن س بتساوي، في عندي جزء في البسط وفي جزء في المقام وفي عندي اشارات كتير وفي عندي جذر. تحفظ حضرتك القانون العام. القانون العام ده كده حفظ، مش هيجي لك في الامتحان، انت اللي هتكون حافظه وتعوض بيه من دماغك. س هتساوي سالب ب زائد او ناقص جذر ال ب تربيع ناقص 4 الف ج. يبقى مين اللي تحت الجذر؟ اللي تحت الجذر هو ال ب تربيع ناقص 4 الف ج على 2 ألف، و2 ألف معناها 2 ضرب ألف طبعا. تمام؟ يبقى القانون ده عندي إيه يا مستر؟ القانون ده لازم تحفظه، القانون ده حفظ. لازم تحفظه لأنك هتحتاجه في الامتحان، فهو مش هيقول لك، هو بيقول لك باستخدام القانون العام، بس مش هيجيب لك منطوق القانون أو مش هيجيب لك القانون نفسه، يبقى لازم نحفظه. وبعد ما إحنا كتبناه كده، أنا مجهز عندي المفردات بتاعته اللي هي مين يا مستر؟ اللي انا هحتاج الالف والب والجيم. اديني جايبهم فوق ومجهزهم. طيب بالراحه كده تعالوا نشتغل مع بعض. س هتساوي قابلتني سالب ب، نزل السالب وبعدين احط الب. الب لوحدها بسالب 2. اوعى تغلط، واديني بحذرك من دلوقتي. اوعى تقول لي ان الب سالب 2 يبقى ما اكتبش السالب اللي موجود. اوعى، لا لازم نكتب، لان غير كده هتدي لك ارقام مختلفه خالص عن الارقام مجموعة الحل. يبقى في سالب أصلية خليها موجودة. طب وبعدين ال ب في سالب، افصلهم بقوس، ما ينفعش تكتب سالب سالب. يبقى لما يكون في سالبين ورا بعض بتفصل بقوس. يبقى سالب نزلت
وادي ال ب تحطها جوه القوس سالب 2. وبعدين قابلتني اشاره زائد او ناقص كتبتها يا مستر. بعدين قابلني الجذر عملت الجذر، شطار يا اولاد. بعدين قابلتني ال ب تربيع. طيب لما نكتبها تكتب ال ب، ال ب بكام؟ بسالب 2. اكتب يا مستر سالب 2 الكل تربيع. اه بس خلي بالك هنا بحذرك تاني يا مستر. اه من ايه؟ لما تكون عندك سالب 2 لازم تحطها جوه قوس وتحط الاس على القوس. طب يا مستر مش ممكن اكتبها من غير اقواس؟ هتدي لك ناتج غلط وهتدي لك ايرور في الاله الحاسبه، ممكن تجرب الكلام اللي انا بقوله. يبقى حضرتك لازم تكتب السالب 2 دي بداخل القوس وتحط القوه بتاعته اللي هي اس 2 على القوس. لكن لو كتبت كده اهي سالب 2 اس 2 كده غلط. تمام؟ يبقى الصح يا مستر تكتب سالب 2 بداخل القوس وتحط التربيع على القوس. ماشي يا اولاد؟ اديني وضحتها لكم، ده كده غلط وده الصح بتاعي. غير كده هيديكم اجابه خاطئه، فخلي بالكم من الجزئيه دي بنبهكم ليها من دلوقتي. نمسحها كده ونكتب بقى الصح بتاعنا. طيب انا كده كتبت يا مستر عوضت في القانون. جميل. بعد ما نعوض في القانون هنبدا حضراتكم نجيب اللي تحت الجذر. طبعا الآلة الحاسبة مش هينفع تكتب عليها زائد أو ناقص، فهيبقى في عندك إجابتين، مرة هتكتبها زي ما هي كده الزائد وتطلع القيمة، ومرة هتكتبها هي نفسها بس هتغير الحتة دي، فممكن ما تمسحهاش من الآلة، هتدخل كده بالآلة الحاسبة وتغير بس الإشارة وتطلع القيمة التانية. طيب تعالوا نحل مع بعض. أنا بحب أختصرها. يعني إيه يا مستر؟ يعني أنا عندي هنا سالب سالب يبقى تبقى موجب، سالب سالب تبقى إيه؟ موجب. نمسح ال نمسح المعادلة كده عشان يبقى الخط واضح معاكم. أنا عندي سالب سالب 2 أخليها موجب 2، قبل 2 زائد أو ناقص كتبتها، وجبت قيمة اللي تحت القوس، يعني سالب 2 تربيعها بموجب 4، وسالب 4 في سالب 6 بموجب 24، 24 و4 يبقى 28 أهي. أنا كده اختصرتها، وتحت في المقام 2 في 1 ب2. كويس؟ وبعدين بيطلع انا كده جبتها لابسط صوره، وبعدين ابدا ايه اكتبها مره بالموجب. حلو. يبقى اكتب س بتساوي 2 زائد، هنا خدت جزء بس، هنا زائد او نص، زائد او ناقص، خدت الزائد بس، زائد جذر ال 28 على 2، دخلها زي ما هي على الاله الحاسبه هتدي لك ارقام كتيره قوي. هو هنا بيقول لك ايه؟ لثلاثه ارقام عشريه، لثلاثه ارقام ايه؟ عشريه. طيب حضرتك هتقربها لاخر ثلاث ارقام عشريه، هيبقى عندي 3 علامه عشريه و6 4 6. كده انا جبت الحل، لا لسه انا كده جبت ايه؟ جزء من الحل، لسه عندي نفس القيمه دي بس لو كان بينهم سالب اهي، اوعى تنساها. يبقى في الحل اوعى تنسى وتكتب الموجب بس وتسيب السالب. طيب نكتب هي نفسها 2 ناقص جذر 28 على ال 2، حطها على الآلة الحاسبة وحضرتك جيب الناتج، هتطلع معايا سالب 1 و 6 4 6. كده كتبت الإجابتين. نكتب مجموعة الحل ونكتب الإجابة اللي موجودة عندي. مين الإجابة اللي موجودة عندي يا مستر؟ اللي هما الاتنين دول. اكتب 3,646 من 1000 وسالب 1 و646 من 1000. كده أنا جبت مجموعة الحل بتاعتي. بسيطة وسهلة، وخلي بالك لازم بتيجي في الامتحان، لازم بيجي لك سؤال على القانون العام في الامتحان. ناخد تمرين كمان. أوجد مجموعة حل المعادلة جبريا باستخدام القانون العام مقاربا للناتج. هنا قال لي إيه؟ لرقم عشري واحد، هناك كان لثلاث أرقام عشرية، هنا قال لي لرقم عشري إيه؟ لرقم عشري واحد. طيب مع بعض كده، فين المعادلة يا مستر؟ أهي 2 س تربيع ناقص 4 س زائد الواحد بتساوي صفر. هنكتب ايه يا مستر؟ هنكتب الصورة العامة اهي، أ س تربيع، عايزكم تحفظوها بقى يا ولاد، أ س تربيع زائد ال ب س زائد الجيم بتساوي صفر. يبقى الصورة العامة دي بحفظها، بحفظها ليه يا مستر؟ عشان أجيب الألف والب والجيم صح. طيب الحل، أول حاجة بجيب الألف والب والجيم، الألف هي معامل الس تربيع اهي زي الصورة العامة باتنين. طيب وال ب معامل السين بسالب 4، والجيم هو الحد المطلق بموجب 1. تمام.
بعدين اكتب يا مستر، بعدين اكتب القانون العام اهو، سالب ب زائد او ناقص جذر ب تربيع ناقص الاربعه الف ج على الاثنين الف. طب وبعدين نعوض في القانون العام من الحاجات اللي انا مجهزها له. طيب اول حاجه سالب سيبها بره زي ما اتفقنا. طيب والسالب اربعه بحطها جوه قوس عشان ما ينفعش نكتب سالب سالب. وبعدين زائد او ناقص واحط الجذر. عندي ال ب بكام يا مستر؟ بسالب اربعه بحطها جوه قوس ووضحتها لكم. ناقص اربعه الف ج، ادي ناقص الاربعه، الالف باتنين والجيم بواحد. على اتنين الف، اتنين الالف باتنين يبقى اتنين في اتنين. هيساوي سالب اربعه تربيعها بستاشر، ستاشر ناقص اربعه في اتنين بتمانيه، يبقى اختصرها سالب سالب دي تبقى موجب اربعه اهي، اربعه زائد او ناقص جذر التمانيه على الاربعه. اجيب الاجابتين مره موجب ومره ايه سالب. طيب بنكتب دي على آلة حاسب، اربعه زائد جذر تمانيه على الاربعه، هتطلع معايا واحد وسبعه من عشره، هتطلع معايا ايه؟ واحد وسبعه من عشره تقريبا. ماشي يا ولاد؟ عوض بالسالب، أربعة ناقص جذر التمانية على الأربعة هتطلع معايا تلاتة من عشرة برضو إيه تقريبا. بكده أنا جبت الإجابتين اللي موجودين عندي، يبقى مجموعة الحل واحد وسبعة من عشرة وتلاتة من عشرة. واضحة؟ يبقى مهم جدا معايا إن أنا أحفظ الصورة العامة، عشان بناء على حفظ ليها هقدر أطلع الألف والب والجيم صح. إيه كمان؟ مهم ان انا احفظ القانون العام، مهم ان انا احفظ ايه؟ القانون العام. ايه تاني كمان مهم؟ مهم حضرتك الاشارة السالبة، لو هنا سالب اربعة ده ما يلغيش وجود السالب اللي موجودة اصلا في السؤال، يبقى بتكتب السالب وبتفصلهم بايه؟ وبتفصلهم بالقوس. ايه كمان انتبه ليه؟ لو كان عندك قيمة البه سالب لازم تدخلها جوه القوس وتحط التربيع على القوس، لان لو حطيتها بدون اقواس الاله الحاسبه هتدي لك ايرور، او لو طلعت لك ناتج هيكون الناتج هو اجابه خاطئه. تمام، يبقى خلي بالنا من اللي احنا اخدناه. يبقى احنا النهارده خدنا ايه؟ تعالوا نراجع مع بعض. اتعلمنا ازاي نجيب حل المعادله من الدرجه الثانيه في مجهول واحد بيانين وجبرين. خدنا البيانين باستخدام برسمها عن طريق الدالة وبجيب نقطة التقاطع مع الأحداث السيني، والجبر خدنا طريقتين التحليل وخدنا باستخدام القانون العام. أتمنى ليكم كل النجاح والتوفيق. كان معاكم أمير جرجس مع تحيات الإدارة العامة للمحتوى التعليمي.